بيبقى فيه مجموعه من الستبس معينه علشان خاطر ايه تنفذ الالجوريزم ده. تمام؟ لو الالجوريزم ده مثلا هدفه ان انت تحسب حاجه معينه، ممكن تعمله باكتر من طريقه. يعني انت ممكن تعمل الجوريزم وزميلك تاني يعمل الجوريزم، تعمل بروجرام يعني واحد تاني يعمل بروجرام، انهي البروجرام اللي يكون احسن؟ تفتكر ايه؟ الاثنين بيطلعوا نفس الناتج وكل حاجه مظبوطه، يعني مفيش حد فيهم بيعمل حاجه خطا. يعني الاثنين بيحسبوا مثلا انفرس بتاع ماتريكس مثلا، يعني انهي البرنامج بتاعه يبقى احسن تفتكر ايه؟ السايز بمعنى ايه السايز؟ يعني اللي هو بيستهلك حاجات اقل وقت. طبعا كلنا عايزين يطلع في اقل وقت، عايزين يطلع من غير وقت اكيد يعني، بس لو الوقت صغير كده كده مش هيبقى فارق، مش هنحس بيه. لكن لو السايز بتاع الانبوت كبر، تمام، هيبدا ساعتها ايه البروجرام ياخد وقت اكتر، فيبقى ساعتها هختار انهي الجوريزم اللي ياخد وقت اقل او اللي ياخد ايه يحجز ميموري اقل. تمام؟ وبالتالي الكومبلكسيتي بتاعته تبقى اقل. اوكي؟ بس لو انت كتبت بروجرام وزميلك التاني كتب بروجرام، ممكن يكون هو شغال على جهاز احسن، فممكن البروجرام بتاعك يبقى احسن بس هو كمنه شغال على جهاز احسن، هيطلعه في وقت اسرع. اوكي؟ لكن لما انا استعمل البروجرام بتاعكم انا هستعمله على نفس الجهاز بتاعي، فانا المفروض اشيل الفاكتور ده من حساباتي. فاهمين قصدي؟ يعني لازم الكومباريزون تبقى فير. لو احنا هنقارن ما بين اثنين بروجرام يبقى لازم ايه يشتغلوا الاثنين على نفس الجهاز، مش شغال لي واحد على جهاز قوي وواحد على جهاز اضعف وتقول ده احسن. فاهم؟ اللي اشتغل على الجهاز الاقوى ممكن يكون اسرع عشان اشتغل على جهاز امكانياته اعلى. فلازم ايه المقارنه تبقى فير، يشتغلوا على نفس الجهاز. او ممكن ان احنا نحاول نجنب الامكانيات الجهاز من المقارنه، ان احنا نبقى نقارن ما بين اثنين الجوريزم بعدد ايه الاوبريشن اللي هيعملوها او عدد الستبس اللي هي ايه اللي هو كل واحد هينفذها. كل ما قلت كل ما يكون ايه البروجرام يكون افضل طبعا. طيب ففي الالجوريزم يبقى انا عندي ايه ستيب باي ستيب بروسيدجر بننفذها. الستبس لازم تكون بريمتيف، يعني ما يكونش الستيب تحتوي على كذا ستيب، فتتصور انها ستيب لكن في الحقيقه بتاخد ايه ستيبس كتيره يعني جواها. اوكي؟ لما نيجي نحل البروجرام، لما نحل البروبلم بيبقى الالجوريزم لازم يطلع سوليوشن، يعني مش هيران فور ايفر، لازم ان هو يران فتره معينه وبعد كده يترمينيت. اوكي؟ طيب الكومبلكسيتي بتاع الالجوريزم بقيسها بالايه بالريسورسز اللي هو بيحتاجها، زي ما قلنا ممكن تبقى التايم ممكن تبقى الميموري. اوكي؟ احنا هنركز على ايه التايم كومبلكسيتي، ماشي؟ وزي ما قلنا كميه الوقت اللي بياخدها الالجوريزم بتعتمد على الهاردوير والسوفت وير اللي احنا ايه بنرن عليه. اوكي؟ فاحنا عايزين زي ما قلنا ان احنا ايه نجنب الامكانيات الجهاز، فعن ايه هنحسب الكومبلكسيتي بعدد الستبس اللي الالجوريزم بياخدها. اوكي؟ دايما الكومبلكسيتي بنكتبها ايه كفانكشن في السايز بتاع الانبوت، لان طبيعي كل ما الانبوت ما يزيد كل ما الايه الوقت اللي هياخده الوقت اللي الالجوريزم هياخده عشان يحل بروبلم يبقى اكتر يعني. فدايما الكومبلكسيتي بتبقى فانكشن ايه في الانبوت. تمام؟ طيب وبنركز على الورست كيس كومبلكس، لان انت ممكن مثلا لو احنا هناخد ايه بروبلم ان احنا بنسيرش على اليمنت معين، فابسط طريقه للسيرش ان انت تمشي على العناصر بتاع الاري مثلا اللي عندك لحتى ما توصل للاليمنت ده. لو انت لقيته في الاول يبقى انت هتترمينيت من اول ستيب، لو انت لقيته في النص يبقى انت هتفضل ايه شغال شويه، لو لقيته في الاخر يبقى انت هتشتغل اقصى عدد ممكن من الستبس. فاحنا بنشتغل على الورست كيس اللي هو ايه ان انت ايه مثلا تلاقيه في الاخر، ماشي؟ طيب فالورست كيس هي اقصى عدد، يعني الورست كيس بيبقى فيها يعني ايه اقصى عدد من الستبس اللي احنا بنحتاجها عشان خاطر نحل البروبلم. اوكي؟ طيب احنا دايما ايه زي ما قلنا هنجيب الفانكشن بتاع كومبلكسيتي كفانكشن في الايه في الانبوت سايز، وبنهتم
لما الانبوت سايز يكتر. يعني لو الانبوت سايز صغير هياخد كده كده تايم صغير مش هنحس بيه. طول ما الانبوت سايز صغير هتلاقي الاثنين اثنين الالجوريزم اللي مكتوبين يعني بيرانوا انه تايم اصلا او في تايم انت مش حاسس بيه اصلا لانه يعني في حاجه من ملي سكند مثلا. اوكي، فاحنا يهمنا لما الان تكبر، فعشان كده بنقول عليه اسيمبتوتيك اناليسيز، يعني بناخد لما الايه الان تكبر يعني نروح لانفينيتي. اوكي طيب، هنعرف دلوقتي بقى البيج او نوتيشن. نقول لو انا عندي فانكشن اف وجي الاثنين من ار لار، يعني الدومين بتاعهم ار والكو دومين بتاعهم ار، بقول ان اف اوف اكس از بيج او اوف جي اوف اكس. لو ايه اللي حصل بقى؟ لو لقيت بص في ريل سي وريل كي، تمام، بحيث ان الكل اكس اكبر من الكي، الاقي ان اف اوف اكس اقل من او يساوي سي في الجي اوف اكس كابسوليوت. يعني بقدر اقول ان الاف اوف اكس تخينه قوي كده ليه؟ عايزين نرفعها شويه من هنا. فبنقول ان الاف اوف اكس از بيج او اوف جي اوف اكس. لو ايه اللي حصل؟ ها اف زير اكزيست بوزيتيف ريل سي، يعني السي ده رقم بوزيتيف ريل. اوكي، و ريل كي، بحيث ان ابسوليوت الاف يكون اقل من او يساوي سي في ابسوليوت الجي. والكلام ده متحقق من اول الكي وانت طالع، اكبر من كي او اكبر او يساوي كي مش مشكله عند الكي، المهم اللي اكبر من كي يعني. يبقى ابسوليوت الاف اقل من او يساوي سي في ابسوليوت الجي من اول الكي وانت طالع. معنى كده ان لما الاكس تكبر، لما الانبوت يكبر، الاف اوف اكس تبقى ايه؟ اقل من رقم في السي في الجي اوف اكس. واضح كده؟ ده ديفينيشن. ايه اللي مش مفهوم فيه؟ بص، اف اوف اكس از بيك او اوف جي اوف اكس، ده ديفينيشن. ده معناته ايه بقى؟ امتى اقول ان الاف اوف اكس تبقى بيك او اوف جي اوف اكس؟ لو لقيت وسط في ريل سي وليكن 5 وريل كي وليكن 8 او اي رقم، يعني الكي اي رقم ريل والسي بوزيتيف ريل، بحيث ان ابسوليوت الاف يكون اقل من او يساوي السي في ابسوليوت الجي، والانيكواليتي دي تكون متحققه لكل الاكسات اللي اكبر من او يساوي كي. لو الكلام ده اتحقق يبقى اقول اف اوف اكس از بيج او اوف جي اوف اكس. واضح كده؟ لا، الانيكواليتي متحققه من اول الكي يعني. طب تعالى ناخد مثال. طيب اهو عايزين نعرف هل الاف اوف اكس دي بيج او من اكس سكوير ولا لا. طيب فدلوقتي هنقول ادي ابسوليوت الاف، صح كده؟ طيب انت عارف من التريانجولار انيكواليتي ان انا لو قلت ابسوليوت اكس بلس واي هيكون اقل من او يساوي ابسوليوت اكس بلس ابسوليوت الواي، وتطبق لو اكتر من ايه؟ من رقمين بجمعهم. يبقى الكلام ده اقل من او يساوي ابسوليوت الاولانيه، والكونستنت يطلع بره ابسوليوت الثانيه زائد 3، صح كده؟ معايا ولا ايه؟
طيب ابسولوت اكس سكوير هو اكس سكوير او كده كده بص. طب ايه رايك ابسولوت الاكس اكبر ولا اكس سكوير؟ على طول من اول الاكس بواحد، لكن لو الاكس بنص لا، ابسولوت اكس اكبر من اكس سكوير. فانا دلوقتي اشيل ابسولوت الاكس واحط حاجه اكبر منها، ما انا بقول ان الكلام ده اقل من ده، اقل او يساوي، يبقى لو الاقل اتحقق اوكي، لو يساوي اتحقق اوكي. طيب والواحد اكبر ولا الاكس سكوير؟ حسب الاكس. لو الاكس اقل من واحد، يعني مثلا الاكس بنص ولا بربع مثلا، هتلاقي الواحد اكبر من الاكس سكوير. لكن من اول الواحد وانت طالع ماشي هتلاقي الاكس سكوير اكبر، فانا ممكن اشيل الصغير ده واحط الكبير. طب واحد يقول لي طب ما لو الاكس بناقص 5 برضه اكس سكوير اكبر. اه صحيح، بس انا عايز ايه؟ من اول رقم معين وانت طالع الكلام ده يكون متحقق. الايكواليتي متحقق من اول رقم واحنا طالعين، ما ابصش على الاقل. فاقدر اقول ان الكلام ده متحقق لو الاكس اكبر من او يساوي 1. طب واحد تاني كان ممكن يعمل حاجه تانيه، يشيل الثلاثه ويحطها اكس سكوير ويقول لي ما الاكس سكوير اكبر من 3، من اول الاكس اكبر من او يساوي روت 3. صح برضه، يعني كنت ممكن الخطوه دي اشيل الثلاثه واحط اكس سكوير واقول لي الكلام ده متحقق من اول روت 3، من اول اكس روت 3. كنت ممكن اشيل 2 اكس، 2 ابسولوت اكس واحطها اكس سكوير واقول ان الكلام ده متحقق من اول اكس اقل اكبر من او يساوي 2. كل الكلام ده كان ينفع. تمام، بس ده ابسط حاجه اللي احنا عملناها. يعني مش ده اقل من او يساوي 5 اكس سكوير؟ اهو يبقى ابسولوت الاف اقل من او يساوي سي في ابسولوت الجي من اول اكس اكبر من او يساوي كي. تمام، عرفنا السي والكي، والسي والكي مش حاجه يونيك، ممكن تطلع لي السي والكي مختلفين زي ما وضحنا كده. تمام، المهم ان انا الاقي السي والكي محققين الانيكواليتي اللي بنقول عليها. واضح؟ طيب بنسمي السي والكي ها اللي هم الويتنس بتاع الريليشن. الريليشن اللي هي اف اوف اكس از بيج او من جي اوف اكس، ما دي تعتبر ريليشن كده، الاف ريليتد للجي. اوكي، لما الاف اوف اكس بتبقى بيج او اوف جي اوف اكس، بقول ان جي اوف اكس دي اسيمبتوتيك ابر باوند للجي. انتوا عارفين يعني ايه ابر باوند؟ يعني سقف ما بنعدهوش. باوند يعني ايه؟ حد. ابر يبقى من فوق، فدي حاجه زي ايه مثلا؟ الواحد ده يعتبر ابر باوند للكوساين والساين، لكن الناقص واحد يعتبر ايه بالنسبه؟ لور باوند. ففهمت معنى ايه كلمه ابر باوند؟ بس هنا اسيمبتوتيك ابر باوند، لان هو مش ابر باوند على طول، مش لكل الاكس، لا لما الاكس تكبر. وده اللي بيهمني بالفعل، يعني في الالجوريزم او انت بتشغل برامج بيهمك لما الاكس تكبر الكومبلكسيتي تبقى عامله ازاي. ماشي، فاهمين كده يعني ايه بيج او اوف جي؟ معنى بيج او يعني معنى ان الاف اوف اكس بقى بيج او اوف جي اوف اكس. هنعرف حاجه ثانيه اسمها بيج اوميجا، العلامه دي معناها اوميجا، وبيج اوميجا يعني كابيتال اوميجا. يعني اف اوف اكس بقول عليها انها بيج اوميجا وفي جي اوف اكس، لو ايه اللي حصل؟ لو الجي هي اللي كانت بيج او من الاف، بيج او زي اللي احنا شرحناه. تمام، يعني هقدر اقول ان اف اوف اكس از بيج اوميجا من الجي اوف اكس اف اند اونلي اف. ها، كان ايه اللي حاصل؟ ان الجي بيج او من الاف. فهمنا معنى البيك اوميجا؟ او ممكن برضه اقول ايه ان الكلام ده ترجمه كده، ان زير اكزيست بوزيتيف ريل سي وريل كي such that ان ابسولوت الاف اوف اكس المره دي يبقى ايه؟ اكبر من او يساوي سي في ابسولوت الجي. قارن دي بدي، هنا الاف اوف اكس اكبر من او يساوي سي في ابسولوت جي. خلي بالك ده ايكويفالنت ان جي بيج او، لانك ممكن تقسم على سي،
يبقى سي تي جي اقل من اوساوي. رقم تاني بوستيف في اف اوف اكس منابول زير اكزيست، يعني الاقي اي رقم، مش كل الارقام، مش لكل الارقام تمام. يعني طالما لقيت سي وكي محقين الكلام ده يبقى تمام، وطالما الاف اوف اكس تكتبها بالطريقه دي يبقى هقدر اكتب ابسيلون جي اوف اكس اقل من اوساوي سي اخر في اف اوف اكس اللي هو الواحد على سي بتاع ده. تمام، فهمنا معنى البيج اوميجا؟ طيب لو الاف بيج اوميجا من الجي، هقول بقى على جي تفتكر هقول عليها ايه بقى بالنسبه للاف؟ اسيمتوتيك لور باوند، لان ده باوند مش هتعديه الاف، بس باوند اقل من الاف، يعني ما هو الاف اوف اكس اكبر من اوساوي رقم في الجي جي وفي زي ما بتقول ان القوسين اكبر من اوساوي ماينس واحد، فعشان كده ماينس واحد كان لور باوند، فده يبقى جي لور باوند بس اسيمتوتيك بقى عشان لما الاكس تكبر فهو اسيمتوتيك لور باوند. واضح كده؟ بنعرف حاجه ثالثه اسمها البيك سيتا. اف اوف اكس هقول عليها بيك سيتا وفي جي اوف اكس، لما ايه اللي يحصل؟ لو الاف اوف اكس محقق انها بيك او بيك اوميجا من الجي. حضرتك قلت يعني المثال ده شبه الكوزين اكبر من اوساوي نيجاتيف 1. كده نيجاتيف 1 لور باوند. لا مش يعني، بس هنا بقى مش هقول لور باوند وخلاص، هقول اسيمتوتيك لور باوند. لا اقصد يعني لو قلنا الجي هي اللي لور باوند من الاف. الجي دلوقتي هي اللي لور باوند. اه بس اسيمتوتيك. لازم نقول كلمه اسيمتوتيك. يعني لما الاكس تجي تمام، في الاوميجا العكس في ال... ما هي دي الاوميجا او الجي برضو كانت اسيمتوتيك ابر باوند. طيب البيك سيتا ببساطه يعني لما الاكس تكبر، يعني الكواليتي مش متحققه على طول، متحققه من اول رقم وانت طالع، وانا يهمني لما السايز بتاع الانبوت يكبر، لان ده فعلا اللي بياخد ايه وقت اكتر في السايز الصغيره. يعني لو انت عامل بروجرام بيشتغل على ماتريسيز يضرب ماتريسيز يحسب انفرس بتاع ماتريسيز وكل الكلام ده يعني، او اي حاجه ثانيه تكون اكبر، يعني بروجرام تكون اكبر بالنسبه لك، كل ما السايز بتاع الانبوت يبقى صغير كل ما هتلاقي كلهم اصلا بيرنوا نو تايم، فيعني هتبقى ايه واحد بيرن في ملي سكند والتاني بيران في 2 ملي سكند، فانت بيران اسرع ما انت ما بتدوس على الزرار اصلا، عشان كده مش هتهتم. انت بقى تحس بالكلام ده لما تلاقي بقى الالجوريزم ياخد ايه على الاقل دقايق، وساعات ممكن ياخد ساعات، ممكن ياخد ايام. لو انتوا تعرضتوا لمسائل بقى تكون عمليه وبتاخد وقت كتير هتحسوا بالكلام ده. مش عارف انتوا في الوقت الحالي خدتوا برامج زي كده ولا لسه؟ لا وساعات كمان يعني لو تعرضتوا لمشاريع اكبر تلاقيها تاخد بالساعات، وساعات ممكن بالايام حسب بقى ايه البروبلم اللي انت بتحلها. يعني لما نيجي نتكلم مثلا على بروبلم خاصه بكوميونيكيشن مثلا، لما تيجي تبعت داتا وتستقبلها وتحلل الداتا دي وتستخلص داتا من داتا معينه، بتبعت بقى بالايه؟ بال 100,000 بت، بالمليون بت، فبتاخد سايز كبير قوي. اوكي؟ الا لما بنتكلم على 10 و20 و100 اوكي؟ طيب فهمنا معنى البيك سيتا انها تبقى بيك او بيك اوميجا. اوكي؟ هنا بيقول لك اثبت ان الفانكشن دي بيك او من اكس سكوير، شبه المساله اللي حليناها اهو، ابسولوت اكس سكوير زائد 2 اكس زائد 1 ماشي، هيبقى اقل من اكس سكوير زائد 2 اكس سكوير زائد اكس سكوير، والكلام ده متحقق من اول اكس اكبر من او يساوي 1، فهنا السي ب 4 والكي ب 1 تمام. السي والكي احنا قلنا عليهم اللي هم الويتنس بتاعت الايه الريليشن ايه، لان لما الاكس اكبر من واحد كل الكلام ده بوستيف. ايوه ما هو لما الاكس اكبر من واحد كل الكلام ده بوستيف، بتجمع بوستيف كلهم يبقى اكيد بوستيف. طيب اثبت ان 3 بلس كوساين بيك سيتا من الواحد،
مش انت عارف ان الكوساين ما بنقص واحد لواحد؟ لو جمعت على كل السايدز 3 يبقى الكوساين ما بين بلس 3 ما بين 2 و 4. انت عارف ان الكوساين ما بين ناقص 1 و 1 يبقى الكوساين بلس 3 ما بين 2 و 4. من الحتة دي مش هقدر اقول ان كوساين اكس بلس 3 اكبر من او يساوي 2 الى 2 في 1 يعني. صح؟ يبقى اذا الكوساين اكس بلس 3 ايه علاقتها بالواحد؟ ها؟ بيك ايه؟ بيك واحد، بيك اوميجا من الواحد. ومن الانيكواليتي الثانيه اقدر اقول ان الكوساين اي علاقتها بالواحد؟ كوساين اكس بلس 3 ها ها يبقى اذا من الحاجتين ايه علاقتها بالواحد؟ فانكشن واحد بيك سيتا من الواحد. تمام؟ سهل الكلام ده؟ طيب هنا بيقول لك اثبت ان اكس سكوير بيك اوميجا من الاكس. دي سهل بس مش بيك سيتا من الاكس. عشان تبقى بيك اوميجا من الاكس بس مش بيك سيتا من الاكس يبقى هي مش بيك ايه؟ او من الاكس. تمام؟ طيب مش انت عندك اكس سكوير دي ايكوال ابسوليوت اكس يعني في ابسوليوت اكس. اقدر اقول ان هي اكبر من او تساوي ابسوليوت اكس. من اول الاكس اكبر من او تساوي 1. صح ولا لا؟ يبقى اذا اكس سكوير از ايه؟ بيك اوميجا من الاكس. دلوقتي بقى انا عايز اثبت ان اكس سكوير مش بيك او. ماشي؟ طيب هو سهل ان انا اقول ان الحاجه بيك او او بيك اوميجا لان انا بقول هدور على سي وكي اللي يحققوا الكلام ده. لكن صعب ان انا اقول انها مش بيك او لان ساعتها بقى لازم ايه كل السات وكل الكيات ما تتحققش. صح كده؟ طيب فايه الحل بقى عشان اثبت انها مش بيك حاجه مش بيك او او مش بيك اوميجا؟ هفترض باي كونتراديكشن ان هي محققه الحاجه دي. واوصل لكونتراديكشن يعني. هنقول ايه؟ باي كونتراديكشن اسيوم ان هي بيج او اوف اكس. ها؟ ايوه ما انا عايز اثبت انها مش بيج او. لو كسرت شرط انها مش بيج او ما بقتش بيج سيتا. ما هو بيج سيتا محتاج اثبت الحاجتين. فعشان اثبت انها مش بيج سيتا كفايه ان واحد فيهم بس ما يتحققش. وهو ده اتحقق يبقى التاني اللي مش متحقق. ماشي؟ يبقى اذا زير اكزيست طالما انا فرضت. قبل كده ما كنتش بعمل كده، كنت بثبت انها بيج او. لكن دلوقتي انا فرضت انها بيج او فيبقى اذا في بوزيتيف ريل سي. وريل كي such that والكلام ده متحقق من اول اكس اكبر من او سيكا. تمام؟ يعني الكلام ده متحقق من كي وانت طالع. طيب يعني مثلا افترض اي سي واي كي في دماغك. افترض ان سي ب 10 وكي ب 5 او سي ب 10 وكي ب 20 ايا كان مين الكبير فيهم. مش المفروض الكلام ده يتحقق من اول كي وانت طالع؟ يعني عند 10 و20 و30 و100 و1000. تعال ناخد بقى رقم اكبر من السي والكي. الكلام ده يبقى متحقق برضه. صح؟ طيب تعالى نقسم بقى على الاكس. الاكس المفروض انها رقم بوزيتيف. ماشي؟ نقسم على الاكس 4 وناخد ايه؟ ناخدها كده الاول 4 اكس اكبر من او تساوي الماكسيموم بتاع السي والكي ديفايد باي اكس ديفايد الانيكواليتي باي اكس. هو ليه الاكس رقم
الاكس رقم بوستر. ما هو اكبر من السي، والسي ده بوستر. احنا اخترنا مش انا بقول ان الكواليتي دي متحقق كل الارقام الكبيره دي، خد لك رقم يكون اكبر من السي واكبر من الكي. افترض ان السي اكبر من الكي، السي ممكن تبقى اكبر او اقل من الكي، انا هاخد رقم اكبر من الاثنين ايا كان من الكبير. بس هو مش شرط يبقى بوستيف. لا طبعا، لان السي بوستيف يبقى اكيد بوستيف. الكي ممكن يبقى نيجاتيف لكن السي اكيد بوستيف. لا ابسوليوت الكي، ابسوليوت الاكس بوستيف. ما هو الاكس بوستيف خلاص بقى. ماشي؟ طيب، فطالما بوستيف يبقى مش القسمه مش هتغير الانيكواليتي، وهو بوستيف بالزيرو عشان ما تقوليش انت كده قسمت على زيرو. ماشي؟ طيب، ابسوليوت اكس سكوير دي تبقى اكس اقل من او يساوي مين؟ مش ده كونتراديكشن مع ده؟ يعني لازم عشان الانيكواليتي دي تتحقق لازم ان الاكس تكون اقل من السي. ده كونتراديكشن. كنت ممكن مثلا تقسم على اكس تقسم على ابسوليوت اكس ودي تبقى ابسوليوت اكس برضه، برضه ابسوليوت اكس اقل من او يساوي سي، ده كونتراديكشن. يعني ما اقول لك الكلام ده مش هتحقق لو ابسوليوت الاكس اقل من السي. لا، مع ان الاكس المفروض ايه؟ مفتوحه للانفينيتي. طالما كونتراديكشن يبقى ايه؟ يبقى رونج اسامبشن. يبقى ايه الحاجه الصح؟ ان انا اقول العكس الاسامبشن ده. يبقى اذا اكس سكوير از نوت بيك او من الاكس. يبقى اذا اكس سكوير از نوت بيك سيتا. عايز تسيبها بالابسوليوت ماشي، تشيل الابسوليوت ماشي، ما هو الاكس دلوقتي وسط. يعني انا مختار اكس تكون اكبر من او يساوي السي، اكبر من ماكسيمم كمان، ما بين السي والكي اكبر من او يساوي. انا اخترت اكس في المنطقه دي. ما انا بدور على كونتراديكشن. حلو، يعني انت عايز تقولي لو خدت اكس اقل من السي مش هيحصل كونتراديكشن. ماشي، يبقى الحته دي تمام. طب وبعد كده مش تمام؟ مع ان انا عايز اقول ان الكواليتي دي متحققه من اول الكي وانت طالع كده. انت بتقولي اكيد متحققه في الحته دي بس مش متحققه من اول اكبر من السي. يعني مثلا للتبسيط، خد السي والكي ارقام، تخيلي ارقام محدده، خد الكي بخمسه والسي بعشره. معنى الكلام بتاعك ان انت بتقولي طب ما هي متحققه لو الاكس اقل من 10. طب لو الاكس اكبر من 10 مش متحقق، يبقى خلاص مش متحقق. انا بقول من اول كي وانت طالع. اوكي، طيب كده خلاص المساله فاتت. هنا بنقول ايه بقى؟ لو السي والكي كانوا ويتنس بتاع الريليشن ان اف اوف اكس بيك او من جي اوف اكس، يبقى هقدر الاقي السي داش وكي داش ويتنس اخرى للريليشن، بحيث ان السي داش اكبر من السي والكي داش اكبر من الكي. صح ولا لا؟ ما لو متحققه من اول الكي اللي هو خمسه، يبقى اكيد اقدر اقول متحققه من اول 10 مثلا. السي والكي طبعا. يعني لو انا عامل انيكواليتي من اول خمسه يبقى هي برضه فاليت من اول 10. طيب لو انا بقول اف اوف اكس اقل من او يساوي 4 في جي اوف ابسوليوت جي اوف اكس، ابسوليوت اف اوف اكس اقل من او يساوي 4 في ابسوليوت جي، يبقى اقدر اقول اقل من او يساوي 8 في ابسوليوت جي، 9 في ابسوليوت جي. فانا ممكن اجيب سي داش وكي داش برضه هيبقوا ويتنس لنفس الريليشن، بحيث ان السي داش اكبر من السي وكي داش اكبر من كي. طيب الاكس باور اي بيك او من الاكس باور جي، هنا الاي اقل من الجي يعني والاثنين بوستيف. الاكس باور اي بيك او من اكس باور جي، لكن عكس لا، لكن مش بيك سيتا يعني، زي ما اثبتنا هنا. يعني هنا اثبتنا كمثال اكس سكوير كانت بيك اوميجا، او اكس بيك او من الاكس سكوير بس مش بيك سيتا. الاكس باور اي اكيد بيك او من الاكسبوننشال. انت عارف الاكسبوننشال طبعا اكبر من اي بولونوميال. صح؟ لكن مش بيك سيتا. والاكسبوننشال بيك او من الفاكتوريال. لان اي باور ان
انت هتضرب الاف نفسها ان من المرات، لكن فاكتوريا الان خد بقى من ان كبيره، انت بتقول ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2 والان ان كبيره، فبتضرب ارقام كبيره في بعض اكتر. تمام، فهي بيك اومي الفاكتوريا لكن مش بيك سيتا من الفاكتوريا. واي لوج بيك اومي اكس بار اي بوستيف، انت عارف اللوج طبعا اصغر من الاي اكس باور بوستيف لكن مش بيك سيتا. واي ولوج لاي بيز بيك سيتا للوج لاي بيز اخر، انت عارف ان في ما بينهم فاكتور كونستانت، مش انت بتعرف تحول اي لوج لاي لوج تاني؟ بتعرف. طيب نقول لو اف 1 بيك اوم جي 1 واف 2 بيك اوم جي 2، وكانت الجي 1 بيك اوم جي 2، يبقى نقدر نثبت ان اف 1 زائد اف 2 بيك اوم جي 2، صح ولا لا؟ ما هو اف 1 هتقول انها اقل من او تساوي رقم في جي 1، واف 2 اقل من او تساوي رقم جي 2، وجي واحد نفسها بيك او من جي 2، يعني يعني هنا بيقول لك اف 1 اوف اكس بيك او من جي 1، حلو كده، واف 2 بيك او من جي 2، وعندك الجي 1 بيك او من جي 2. طب ما انا اقول يبقى اف 1 اوف اكس ابسولوت اقل من او يساوي سي في ابسولوت جي 1، صح؟ والجي 1 ابسولوت بتاع اقل من او يساوي سي في جي 2 ابسولوت جي 2، فممكن اقول اقل من او يساوي سي داش ابسولوت جي 2، صح ولا لا؟ وعندك الاف 2 اقل من او يساوي مثلا سي 2 في ابسولوت جي 2، اما انا ممكن اجمع الاثنين دول وهو يبقى اقل من او يساوي كونستنت في ابسولوت جي 2، فاهمين؟ ولو الاف 1 بيك او من جي 1 واف 2 بيك او من جي 2، اقدر اقول ان المالتيبيكيشن بتاعهم اف 1 في اف 2 بيك او من جي 1 في جي 2. يعني اقدر اقول ان ابسولوت اف 1 اوف اكس بلس اف 2 اوف اكس، مش ده اقل من او يساوي ابسولوت كل واحده لوحدها؟ وده اقل من او يساوي ايه؟ ها؟ سي داش، وده يعني اقل من او يساوي، صح كده؟ رقم بص في جي 2، اوكي؟ ما هو جي 1 قال انها بيك او من جي 2، ف واف 1 بيك او من جي 1، فابسولوت اف 1 اقل من او يساوي رقم في ابسولوت جي 1، وابسولوت جي 1 اقل من او يساوي رقم في ابسولوت جي 2، فضربت رقم في الرقم يبقى رقم 2، واضح؟ وطبعا بقى هاخد الاكس اكبر من او يساوي اكبر كي فيهم عشان يبقى كل الانيكواليتي متحققه من اول كده، تمام؟ سهل الكلام ده؟ طيب هنا بيقول لك اثبت ان 3 اكس سكوير زائد 8 اكس لوج اكس بيك سيتا من اكس سكوير، يعني بيك او بيك اوميجا. فهنا مثلا الاف اوف اكس عندنا طيب مش هقدر اقول ان ابسولوت اف اوكي مش ده اقدر اقول اقل من او يساوي 3 في ابسولوت الاولاني زائد 8 في ابسولوت الثاني اللي هو ابسولوت اكس في ابسولوت اللوج، تمام؟ ها طيب ده 3 اكس سكوير، طب مش ده اقدر اقول ابسولوت اكس في ابسولوت اكس؟ ما هو اللوج ده اقل من الاكس، خلي الاكس من اول الواحد، يعني اقل من او يساوي 11 في اكس سكوير، صح ولا لا؟ من فين لفين؟ من هنا لهنا؟
ما هي دي اكس سكوير. 3 اكس سكوير زائد 8 اكس سكوير ب 11 اكس سكوير. هو اللوج اقل من الاكس طبعا. قلناها في النوتس وبعدين واضح قوي من شكلها، انت عارف ان اللوج دي بطيئه قوي. الكلام ده اكبر من اوسع. يبقى اذا الاف اوف اكس بيك اومني جي. الجي اللي انا مسميها اكس سكوير يعني، والاف اللي هي دي. طيب عايزين نثبت بقى ان الاف بيك اوميجا. ممكن تثبت ان الجي بيك او من الاف، ممكن. بس تعالى بقى نثبت بيك اوميجا عشان تضرب برضه على بيك اوميجا. مش الاف اوف اكس الابسولوت بتاع اللي هو ده لو انت واخد الاكس اكبر من او يساوي واحد، اللوج بتطلع بوستف. هي اللوج بتشتغل لو الاكس اكبر من زيرو. اكبر من زيرو لحد الواحد بتطلع نيجاتيف، عند الواحد بتطلع زيرو، اكبر من الواحد بتطلع بوستف. فلو الاكس بواحد اكبر من او يساوي واحد، الكلام ده بوستف صح؟ فاقدر اقول ان الكلام ده اكبر من او يساوي 3 اكس سكوير لو الاكس اكبر من او يساوي واحد، صح ولا لا؟ لان ده هيبقى 3 اكس سكوير زائد حته بوستف، فهي اكبر من او يساوي 3 اكس سكوير. المهم ان هو اكبر من او يساوي رقم في اكس سكوير. يبقى اذا بيك اوميجا الاف اوف اكس بيك اوميجا من جي. ايه؟ ليه من اول اكس اكبر من واحد؟ عشان اللوج تطلع بوستف. اللوج تطلع نيجاتيف لو الاكس من صفر لواحد. من صفر اوبن لواحد. صح كده؟ طيب هنا بقى ده اكزامبل يوضح لك ازاي انت بتستعمل باقي حسابات الكومبلكستي بتاعتك. بس انا يعني فعليا في الامتحان هبقى جايب لك الفانكشن واقول لك هي بيك او ولا بيك اوميجا ولا بيك سيتا زي الاسئله اللي فاتت، لكن مش هجيب لك الجوريزم وتطلع انت الفانكشن على اساس ده. يعني ايه يعني خاص بكورس الجوريزم يعني، مش قصة بس ده عشان ايه للتوضيح يعني انت بتستعمل الكلام ده في ايه. طيب فهنا بيقول لك ايه، عندنا عندنا الاس ده سيكونس اوف ايتمز ماشي، والاكس ده يعني من نفس نوع الايتمز بتاع الاس. اري مثلا الاس ده اري والاكس ده يعني من نفس النوع، سواء بقى كاركتر انتجر دبل اي حاجه. الكيو ده كويتشن اللي احنا بنساله، هل الاكس موجود في الاس؟ هنعمل دلوقتي سيرش. اكيد انتوا خدتوا البروبلم بتاع السيرش بكذا طريقه، ممكن تسيرش او ممكن الاول تسورت وبعد كده تسيرش، اكيد خدتوا حاجات زي كده. طيب فهنا بقى ده السيرش السمبل خالص ماشي، لينير سيرش. هقول ايه الاي بواحد واخش في وايل لوب. طول ما الاي اقل من او يساوي ان، يعني انا لسه جوه الاري ما خرجتش ما عدتش، والاكس مش ايكوال للاي اوف اي، يعني اكبر يا اقل لكن مش ايكوال، هعمل ايه؟ هروح للنكست ايتم فاقول الاي ايكوال اي بلس 1. تمام؟ ده السيرش الطبيعي اللي انت بتستعمله حتى لو انت بتدور على اسمك في كاش ومش مترتب مثلا، تقعد تعمل كده تفضل ماشي طول ما انت ايه ما خلصتش الاري، وطول ما الاكس اللي انت بتشوفه الاكس اللي انت بتدور عليه مش بتساوي الاي اوف اي. يعني هخرج من اللوب دي امتى؟ لو خلصت الاري او لو ايه؟ لو لقيت ايكوال. طيب بعد ما اللوب دي ما تخلص هعمل ايه؟ هسال هل الاي اقل من او يساوي ان؟ لو الكلام ده اتحقق يبقى احنا خرجنا بسبب ان الاكس كانت بتساوي ايه اوف اي، فريتيرن ترو ترو يعني انا لقيته. ما كانش يبقى انا خرجت بسبب ان الاي بقى اكبر من الان. يعني انا عديت الاري خلصت الاري وعديته فخلاص ما لقيتش الايتم يبقى هرتن فولس. دلوقتي بقى احنا عايزين نشوف الكومبلكسيتي بتاع الايه الالجوريزم اللي فات ده. فقال لك بقى ايه ال ستبس اللي انت بتعملها. قال لك انت عندك انيشال اساينمنت في الاول، وقال لك في كل ايتريشن في الوايل لوب انت عندك تو كومبارزون بتكمبير الاي بالان
والاكس بالاي اوف اي، وعندك اند، وعندك اديشن لانك بتقول اي بلس 1، وعندك اسايمنت لانك بتقول اي بلس اي ايكوال اي بلس 1، فدي اسايمنت. تمام؟ طيب في الورست كيس بقى هتعمل كم اتريشن؟ ان اتريشن هتشوف في الاري كله هيبقى ساعتها عندك كام ستيب. الناس اللي نامت، في واحد تاني برضو ورا نام بس راح من هنا خالص، صحوه يغسل وشه او يعني يتابع معانا او يروح ينام في السرير احسن اريح يعني. انا قلت لكم لو انتوا فاضيين الاولى، انا باجي الثلاثه عشانكم على فكره، لو انتوا فاضيين الاولى او الثانيه او الثالثه وعايزين تاخدوا فيها قلت لكم اوكي. عندكم بعد الرابعه كمان، وقلت لاحمد علاء لو عايزين تاخدوا الخميس ما عنديش مشكله، يعني انا سواء الثلاثه او الخميس انا باجي عشانكم، هي واحده بس بديها، الثلاثه الرابعه الخميس الثالثه دي لو عايزين الخميس بدري ماشي، بس يعني مشغولين برضو الاولى والثانيه. طيب ففي الورست كيس احنا هنعمل ان اتريشنز، كل اتريشن هنعمل خمسه ستبس، يبقى احنا بنعمل خمسه ان ستبس في كل الاتريشنز بقى. موفر علاوه على ذلك انت بتعمل ثلاثه فاينل اوبريشن، ايه الاثنين كومبارزون والاند اللي بيخرجوك من اللوب، ماشي، وبعد كده وان فاينل كومبارزون قبل ما اعمل ريتيرن. فبالتالي بقى عدد الستبس يبقى واحد اللي هي الانيشال، خمسه ان اللي هي بتاعت اللوب، ثلاثه اللي في الاخر، وبعد كده واحد كومبارزون واحد ريتيرن، يبقى توتال الستبس خمسه ان بلس سته. وطبعا ده بيك او من الان، وتقدر تثبت ان هي بيك اوميجا من الان وبيك سيتا من الان. اوكي؟ ده مثال بسيط بيوضح لك انت بتستعمل الكلام ده بعد كده ازاي في الكورسات اللي بعد كده يعني. واضح كده يا شباب؟ حد عنده مشكله في موضوع كومبلكستي؟ ما احنا في كل اتريشن بنعمل خمسه ستبس. مش احنا قلنا تو كومبارزون اللي هو بكمبير الاي بالان والاكس بالاي اوف اي، وواحدة أند، وواحدة أديشن أي بلس واحد، واحدة أسايمنت أي إيكوال أي بلس واحد، دول خمسة. ماشي؟ سهل الكلام ده يا شباب؟ حد عنده مشكلة فيه؟ نخش في المحاضرة اللي بعدها. ما تقول لكم محاضرتين، لو خلصناهم أيا كان الوقت، لو خلصناهم النهاردة يبقى خلصنا وما تجوش تاني. خلصناهم خلاص خليكم لآخر أسبوع. إحنا كده استنينا مرتين بقى صح؟ الثلاثة اللي جاي واللي بعده. واللي بعده بقى خلاص هتاخدوه اجازة أكيد. هو الفاينل جدول نزل؟ امتحانكم إمتى؟ خلاص نوقف صح؟